بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رسالة القديس يعقوب الرسول، الإصحاح الثالث. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هوذا نار قليلة أي وقود تحرقه. فاللسان نار عالم الاسم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل وقد تزلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأسمارا صالحة عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، آمين. بنختار الآية الأخيرة في الإصحاح الثالث عشان تكون مبدأ من مبادئ حياتنا. ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. دي الآية رقم 18. ثمر البر، الثمر اللي مقبول أمام ربنا ما يتزرعش غير في جو سلام، ويزرع من الذين يفعلون السلام. ودي بتفكرنا بالآية الجميلة بتاعت ربنا يسوع المسيح في العز على الجبل، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. إن كنت صانع سلام وبتزرع في جو سلام وبتحصد ثمار هذا البر تحصده في السلام. عشان كده اتعلم إنك تزرع ثمر البر في السلام وتكون أنت من فاعلي السلام ومن صانعي السلام. الآية يعقوب 3:18، ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. ربنا معكم.